نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعة، ليش وين صوت اللعبة مالي؟ وين خلينا نرفع رايكم. ايوه الحين احس براحة نفسية. يا مرحبا الساعة، يا مرحبا مليون في تربكو خمسة. يا تربكو هاي اللي ما لعبتها ما ادري من متى، نسيت حتى وين الاغراض. يعني المشكلة ان قمنا شو نسوي نحن؟ قمنا اللي قام يستوي ان نحن قمنا نلعب وايد العاب، وكل يوم نغير لعبة ونسوي وكذا والى اخره، فما قمنا نلعب وايد تروبيكو. لحظة، اكسبورت 10,000 فروت. اوكي اوريدي نحن عندنا فروت صح، عندنا فواكه. نحن انا حاط مزرعة زيادة. ويت بلد مينيو مش انفراستراكشر رو ريسورسز بلانتيشن بنزرع. هي صدر عنا باينابلز بنانس. بنانا وين احطيه؟ الموز يصير لي من الموز حبه، وين احطيه؟ موز هني شكله زين، هني شكله زين والله، هني شكله وايد زين. شويه هني ورا زين، حطيه للشارع، نوصله بالشارع هذا، حتى الشارع رباعي عليه أساس لو ما تستوي زحمة، حطينا الشارع بالطريقة هاي. شو رأيكم؟ ليش؟ كنت ماسك ايتم بالغلط. انزين الحين هايل عندنا ينتجون ذهب حلو، ومحل مجوهرات ما عندنا للحين. وين محل مجوهرات مالي؟ هذا الحين قاعد يستوي. المرة الماضية ما كان عندنا الذهب وايد، وما كان عندنا محل مجوهرات. الحين بيكون عندنا مجوهرات وما عندنا محل ذهب. طبعا تصدير شغال، ميزانيتنا 200 200 على العال. نتري هاي الجماعة ينتجون امورهم طيبة جدا 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 في العلالي. بس المشكلة عندي بعد مجموعة ناس، اوف انا ولد عندي 248 والمهاجرين 475. اوكي انترستنج. ان امبلويد اوبن جوبز، قاعد ادخل نوعا ما فايدة. التجارة هي اللي مربحتني، انا اللي قاعد ادور عليها كله مش هذا. كم عدد الناس اللي ما عندهم سكن؟ اوكي 32 32 عائلة ما عندهم سكن، معناه محتاج كم بيت؟ مشكلة الشقق يا قريب. خلينا نحط كنتري هاوس، خلينا نحط لنا بيوت هني زين. كنتري هاوس المفروض 32، ما عندي مشكلة. المفروض عند الأبراج بنحط بيت هني على اللفة، بنحط بيت هني بعد على البيت. يشيل كم نفر؟ ريبلز ار اتاكينج. اوكي لحظة، وين يهاجمون؟ عندنا جيش، عندنا كل شيء. والجيش مالنا نحن مطورين بعد ترى، مش كترة يعني. لحظة، ما عندنا سبيشال تريننج نعطيهم. دبابات نقدر نطورهم؟ ما نقدر. اوكي عاد اسلحة كبيرة انا عاطنهم، بس شوفوا شوفوا مكثرهم، شوفوا. اروح حل الموضوع ولا خمس دقايق كفو، والله انهم كفو الصراحة. غلبناهم في خمس دقايق. انزين الحين الشغلات الفعلية اللي نحن نترياها يمكن تكون اللي هي الناس اللي مش ساكنة كم؟ 31. البيت كم عائلة قلنا يشل؟ أربع عوايل، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ستة، ستة في أربعة كم؟ 24 صح؟ بعد بينقصنا شوية يعني. انزين إذا بينقصنا شوية، ها شو سيجار صح؟ ستيل، ستيل اللي احنا نستورده ما ننتجه. انت شو السالفة ليش؟ يقدر يشيل اكثر، اقدر اخلي المينا يشيل اكثر من اكثر مينا يشيل عندي.
بس مو في موظفين عادي. أقولكم بوظف ناس، اثنين بوظف زين، بنعطيهم سفن يشلون أكثر. نقدر نسوي تريد زيادة على كل دكة الحين. وايد مهم الابجريد ماله، يعني اول شي السفينة تشيل 50% اكثر، يعني كل دك تقدر يسوي لنا تريد زيادة. يعني اذا الحين ادك تريد، انا شو بصدر؟ بصدر لهم باينابل اوكي حق امريكا، و بصدر ما عندي قطن وايد كوكو 7 من 8. يعني اوريدي ارد استورد، خلني استورد حديد، خلني استورد حديد لما عندي وايد حديد. حديد بسوي منه ستيل في كل الاحوال، فا اوكي. فالحين استوعنا من 4-8 تريد، نايس صراحة، وايد 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 اوكي، بسوي لنا فرق. اوريدي الفروت ترى نحنا بنوصل تقريبا 10,000 قبل العقد قبل اي شيء ثاني، بس ما عندنا ناس وعندنا بنانا. اوكي الحين صار عندنا محل مجوهرات، مش في الانترتينمنت، كان في ولا في السياحة، وين كان؟ في الشرطة، ايوه كان في هني في هذا المصانع. بنسوي مصنع مجوهرات هني في نص المدينة، بنسوي مجوهرات ثانية جنب بعض. خبر خلدني بشارع، لا اوكي ركب عدل. شوفوا ها شو ناقصنا يا حبيب الشعب، شو ناقصنا؟ تعال اوكي ها ما عنده شيء انت يا اخي، خل نبني خيار. خلص يقول لي بترول، ابو بترول، بس بترول مش الحين، بترول بعده بعدين. حيث كنا واصلين للبترول في مرحلة من المراحل نحن. بعد ذهب؟ هل الجزيرة فل ذهب؟ يورانيوم، نايس نايس. سبيد انترست سي وش دبت اخ، دفعت 2000 وشي حكم حرامية. اذا خلنا نشوف محل المجوهرات شو اخباره، بيستعمل على الاقل الذهب اللي عندنا، بيرفع سعر الذهب شوي. ان ديليجيشن جوين اليز اوكي، ماي فيلو ديبلوماتس وونت تو جينا نبو سفاره ندخل مع احد. ريبلز ار اتاكين برايهم. انزين وين السفاره مالي؟ ما بدي سفاره، ما بدي سفاره. هاي بعد 52 دايز باقي، بعدنا ما يقدر. فرانس فرديناند is going to Serbia. You need to man the country. Send delegation. Get him while he is there. Our friends in the States are not pleased. I would even go so far as to say that they are rather. لا 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 حبيبي، هيا تسوي لي فلوس مال الرم، تسوي لي عصير سكر. ليش قاعد اهدم؟ أقول our friends in the States. أباندن برايك مع نفسك والله. نزلني بوينت، انا اموري طيبة، تصويت عالي. زين خلنا نحط لهم هني. المشكلة انا للحين ما فتحت السياحة وايد. نحط لهم هني لارج جاردن، دكة العالم، رشوة خفيفة. لارج جاردن، لارج جاردن اوكي. في عندنا بوليس ستيشن، كان بوليس ستيشن 1، انا اذكر اني حطيت بوليس ستيشن صح؟ ما حطيت. خلنا نحط مركز شرطة هني. هذا مركز شرطة كله تمام يعني. الدكان، هذا الدكان، بس نبى عيادة. ما تشوف عندنا عيادة يعني، نحطيها هني في الزاوية. ونبى كنيسة، خلهم يتزوجون، عندهم كنيسة سوري. نبى نيوز بيبر، اي نيوز بيبر اظني واصل لهني، بس عندهم جريدة، مو جريدة غير.
اكتب جريدة. زين ايش تبون انت بعد؟ عندي 20 سولجر. The resistance and the French nation are ابا علاقات. والله دخلت في تكنولوجي كان احسن. برايم شفتي لين 15. نوعا ما ما فهمت انا شو يبه. لكن لحظة هاي الكلام عندهم دي صح. مشكلة انا تري ال ويلها السوالف هاي الامور. نبغى نزيد نقاط البحث كيف نسوي جنريت. لحظة خلنا نسير انفستراكشر او ابغى ازيد سرعة البحث لان الابحاث بطيئة عندي الصراحة. وين بيكون؟ ظني هاي صح؟ كولج عندي انا؟ هاي كولج واحد، هذا كولج رقم اثنين حق الجماعة الطيبة اللي هني. شوفوا ها شو عندي جامعة، ما شفت الجامعة والله. زين بنحط لهم هاي سكول بعد درس الثانوية هني، وبنحط لهم اوبزيرفري عند الجامعة على اساس يمشي بتناغم. اظن كل جامعة يناسبها اوبزيرفري واحد بس اكثر ما ينفع. هاي اللي بيزيدون سرعة البحث مالي ولا الانجاز، بدل ما الحين اطول ما ادري كل كم على كل واحد ماينس. هذا شو السالفة؟ انا والله ما فهمت بالضبط وش يبغى الصراحة. 1000 فروس قريب يخلص هذا الموز بعد بيكم الحين. ادري بهم يحبون الموز. انزين وين؟ تب كواليتي خلينا نزيد عليهم مش غلط. هذا بعد ما قصر يعني، يعني قاعد يسوي وايد شغلات. اصلا يبغى لنا جامعة، كل جامعة كم نفر يا ذاكم؟ 10 بس ثانوية. ما يبين عندي ثانوية ثانية. Long ago we weaponized bank unlocked. اوكي البنك الحين بيسوي لنا فلوس ترى المفروض. فيبالنا في كل مدينة حطي لي بنك منتشر. بحطي بنك هني. والبنك مش رخيص. انت شو تبغى يا تبن بيلد ارانش فول تايبس؟ اوكي عندي كل الانواع. انا ابغى فري تكنولوجي. عطني شيء ببلاش. ببلاش اعطيتني؟ ما اعطيتني، ما خبرتني. النذل ما اعرف. الحين بيني فلوس بحط شوي بنوك. البنوك شو يسوون؟ البنك يا اصدقائي جنريت انترست ريت اون موني ان ذا تريجري. اذا عندي فلوس في التريجري، انا اصلا عندي فلوس في التريجري ماينس. انا في الماينس. انت ايش تبغى؟ وورز ان يوروب ويل فاينالي اند. نبغى هاي يقول لي بيوقع معاهدات سلام. اكسبتها. Good job. It didn't have any effect whatsoever, and the country is still officially in a state of depression. Foreign trade, نبغى. إيش تبغى؟ The allies. خلنا نطرش لهم سفير. خلنا نطرش لهم سفارة حق هاي. Was very rude. They were packing their bags the whole time I was trying to negotiate. اصلا ما نبي مهاجرين، ابي علاقاتي اكثر. انا اسف. هم قالوا يا ينضمون يا يستوي الحرب، وانا قلت الحرب. بيسوون يعني بعد. عندي سلاح، عندي كل شيء، اموري طيبه. It looks like the war. تعبان سير هذا الباص الدنيا. هري دافعوا عن المواقع على طول. والله جامدين جنوس. يا حبيب الشعب. The resistance seems to be on its feet again, but my brother. ببني لك اوكي ما عندي مشكلة. بحط بنك ثاني.
ندرب عليها يعني لازم حد ينصب عليهم. كم حد ينصب عليكم بدأ تسوون كلها فلوس بس تسوون طرشون بلاد يعني طرش يحطوني يعني. انا طرشون انزل شو كان يبا كهربا صح ركشر ترك سبستيشن يعني منجم 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 أرصيدة خلنا نشوف إذا بيمد لفوق أوكي ها شو يصير هاي كارامبا ما عندي فلوس أذبحها حتى يلا ابن الكهرباء الله ما بيكون عندنا في مشكلة كهرباء كولد وور أوكي أوكي نايس كولد وور الكهرباء زيادة ما يكفي شيء بروديوس قريب بحتاج واحد ثاني Tropicans await elections next year. They wish to show their everlasting love and respect for you. أعطيهم هاي. ما عندي كهرباء ظني. مش أظن ما عندي كهرباء. خلنا نبني محطة كهرباء هني. مشكلة استوى دلوعين الحين عاش بكهرباء ما يعرف عن شيء ما غير كهرباء لو شوي. شوف وصلت تقريبا لين آخر شيء مش بالضبط. انزين خلي يحصلون كهرباء خلي يحصلون مدخول ناقص غلبناها من احنا كل شيء امور طيبه عندنا مهم شو تبغى اوكي تقدر 5000 رم عندنا اكبد والله ما عندي مشكله بس الكهرباء خلي واحد اجنبي يشتغل كويس مشكلتكم كهرباء خلينا نزيد ميزانيته اوكي مشكلة عيل ما عندنا مشاكل كهرباء بس القرد احمر احمر اوه توتال كونسبشن 630 توتال باور الحين قام يستوي عندي الباور على اوكي 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 الحين المفروض اخضر ايه ايه وايد كهرباء كنت اصرف اصرف وايد كهرباء اوكي اوكي لا صح امصح 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 خطا مطبعي من عندي انت شو تبى ما يستوي بعد عيب واحد فورنر بعد والله عيب والله عيب واحد اجنبي وانتو موجودين والله ما تستوعبون ها مو بهذا ابغى انترتينمنت اول شيء انترتينمنت اول شيء لان انترتينمنت ماله هذا كله مسكر نبغى توريزم بعد نبغى نبني نبي سفن نبي سياح نسوي الا تريد 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 خلي الناس تستانس تشرب عصير نسرق فلوسها كاش رم 5000 اوريدي 1000 عندي مصدرها محتاج الرم عندي حلو ترى انت ايش تبغى بعد؟ اوكي هو ميلتري دريل ذا اقدر اطور مودرن وور تايمز ما عندي شيء جديد مال ميلتري سوبر ماكس بريزن سجن ايه ابو سجن لازم نوصل مزارع موه ولا هني خلي سجن هني ها
بسجن على درب المزارع يا من الجيش قريب. influence the outcome of coming elections. وكان ون أظني عادي نخسر الجيم كامل. لحظة هذا الشيء وايد مهم. أنا قاعد ألعب مع الموضوع اللي ممكن يوقف لي الجيم. لحظة كويك بيلد شو ناقصهم؟ لحظة ليش هم ما يحبوني؟ الجنود عندي ممكن يخونون فيا، هاي المشكلة. Greetings. بس ليش؟ شو اللي تعبان عندهم؟ زين لازم نزيد. فزت انا فزت بس ما اضمن كل مرة افوز. خلنا نزيد شوي، خلنا نصرف عليهم حبة زيادة اوكي، لان الحين نحب نبدأ نحط انترتينمنت ندخل في عالم السياحة. العالم درهم ما عندي اصرف، درهم ما عندي، هذا اتفلسف بعد. نبغى انترتينمنت، نبغى فلوس. وين فلوس؟ وين كونتراكت؟ ما كنت عارف وين كونتراكت. خلنا نصدر منتر غاز، ما عندي اصدر. خلنا نصدر بنانا. دودو موز، الموز بعطيكم موز. انا لا ما اقدر اصدر كلها موز. صدر بعد تباكو اكيد، صدر ستيل، ما عندي اصدر ستيل. خلني استورد جديد، ما في بس موز اللي قدرت اصدر. انا استورد حديد، اصدر ستيل اوكي، ما اقدر اصدر، ما عندي ريبيتيشن وياهم. اتر الغاز ما عندي اصدر بعد، ترى ممكن اصدر توباكو وحيد الوضع زين. خلنا نصدر شوي على اساس يرتفع ولا ترتفع مبيعاتنا، على اساس نقدر نتصرف شوي بالكاش. اذا عندنا كاش الحين نقدر شوي، الاوضاع تهدى شوي. هني شي 7000، هني شي 6000، قاموا يشلون يعني اوكي، لان قاموا يشلون ولا يبيعون اكثر قمنا نصرف اكثر، هذا شيء ثاني بعد ترى. هذا موضوع ياثر وايد. هذا موجود متحف 8000 اوكي. استوى عندنا فنادق نايس. الحين استوى عندنا شوي فنادق، نقدر نغير المنظور. Your family's rather rollicking love life has led to an unexpected pregnancy. يقول لك في وحدة حملت في العائلة الكريمة مالهم. خلنا نعطيهم 5000 بس تخلي الموضوع ساكت. سكاتي نبايوني الليدر اوكي انت زين، بس ما نبا اكثر.
فكرة، نحن نحاول نسوي سياحة وفنادق، وانتو توني بوحدة حامل، وحدة ما ادري شو، وحدة خربانة، وحدة زينة. يا جماعة ترى في وايد يعني اختلاف في المنطلق، يعني ما يستوي الطواري هاي تطلع لي مرة واحدة كل شوية، وانا مش قادر اعوض اصلا الصادرات من الواردات مالي، لان الوارد عند السجل الصادر عندي تعبان والله. الا اذا ابدا انتج زياده، عندي على انتج ذهب والله، انتج ذهب على اساس انه المفروض يدخل بس ما يدخل. لحظه، حتى مثلا اقول بحطي بلانتيشن ولا شيء جديد، ما عندي فلوس. لازم تري لو ضاع تهدى شوي. اذا بنسويه بالطريقه هاي خلهم يبون فلوس بصراحه. اوكي 22000 هنا، شلهم شلهم فكره. حطي لنا لا فلوس، ردت شوي، ردت زين. حطي لنا متحف، في متحف هني حلو احسه جنب الاثار، ما بيكون متحف بعيد عن الاثار، ما ينفع صح. جلايدن كلب، اوكي هاي اللي يطيرون ما ادري ايش يسوون، بس هاي اللي تعرفون وين بحطيهم، هاي صوب البحر ولا فوق؟ بنحطيه فوق، خلهم يمشون درب لين هني ويسوون جلايد من عند منجم الذهب. اوكي اعتبر منجم الذهب تاريخ، يسوون جلايد من عليه، ونبقى ايكونومي هوتل، ناس عادية تيجي تزورنا عشان نحصل فلوس. حلو، ومطار، والله ان المطار يفتح. وين المطار؟ بعيد شكل المطار والله. وين المطار؟ هذا شيء مطار قريب. اوكي 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 اوكي, أوكي. شيء مطار. فاميلي ريزورت، منتجع عائلي، اثار، وهذا لازم يكون في مكان عائلي زين وخلاص. اوكي الحين شوي بيبدون يجون عندنا سياح، سياح بيبدون يدخلون بعد عندنا فلوس زياده. لازم نركز شوي على مداخل الفلوس، لان اوكي زين. انترتينمنت ما نبغى الحين، احنا نبغى ميلتري درن. It is your will alone that keeps Tropico together. Without you, the entire island. أدكت لحظة. أدكت نبى military drill. Okay. مين military drill؟ اللي؟ World Wars يمكن. وين مال الجيش؟ ما ادري وين حاطينه صدقون. ما فتحنا المودرن، يمكن في المودرن موجود من التريدرل، ما ادري. هذا يعني. بس ما عندي فلوس اسوي. اوكي مو مشكله، الحين بنسوي مال فنادق، هذا يجينا شوي فلوس، بنفتح المطار، بنحط لنا مطار هنا اخر جزيره ولا مكان ينزلوا لنا سياح منه. وما ادري اذا المطار يجيب لنا بعد تجاره اكثر، بس نحن وايد نستورد حاليا، فاذا ظن في الاستيراد عندنا زياده شوي. شوفوا قاعد اصدر اصدر اصدر، استورد حديد، استورد دبل حديد، انا ما اصدر ستيل، محتاج اصدر ستيل بس ما عندي. وين الستيل هذا؟ ما عندي تصدر ستيل. موضوع ثاني، بسوي ميلتري دريلز الحين عشان الناس تبدأ تهابنا يعني. بس هنا المشكلة عندي انا يا سعيد، عمال اجنبي سيب، عندي كان عندي عمال اجانب، الحين ما عندي عمال خير شر. بشوف شو نوع العمال اللي يبغاهم يعني. هاي سكول، احنا عندنا هاي سكول ناس ثانوية عامة مخلصين،
3000 يباله فلوس. هخلي يبنون هاي، خلي يبنون يبنون ويبنون ويبنون. من زمان ما لعبت اللعبة، حس ان مصدي انا في اللعبة خلاص. ديج انتهى الموضوع، جود جيم. خلنا نجيب، يبان اقصد اثبت من هذا في التربيكو. على فكرة تربيكو 6 جاية قريب، تربيكو 6 افضل وايد من هاي اظن في الكنترولز على ما شفت. بس كشهر واحد بتكون تقريبا. اوكي الحين عندنا مال بترول، الحين نقدر نصدر بعد بترول اذا نبه. اذا استوى عندي خلاص بدت اشتري اللي عندي. والله الوضع مش اوكي تصدقوا. ليش يقولوا مواطن ميداد؟ انا ما ابغى مواطن ميداد. President, as you know, it is your will alone that keeps the Russians want to start formal diplomacy. لا 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 ما أعرف ليش سويت أباندن. ليش تخليت أنا ما أعرف. أنت السيجار ليش؟ ليش ما عندي عمال حق السيجارة؟ ما أقول الثانوية هالكثر مأثرة في اقتصادي؟ الثانوية العامة؟ الثانوية العامة كم يبالها؟ تلف، حطي لي مدرستين ثانوية، خلاص. ما في حل ثاني يعني. لكن أظني لازم أهل، أوكي. بحط ثانوية على طول. لازم احط ثانوي، الوضع ما يمشي. اليوم بيشيلون بس عندي منتجات ما قاعد تنباع حاليا، وانا قاعد استورد في نفس الوقت، وكله في الماينس قاعد استورد. انت شو تبغى؟ شو تبغى؟ I might have been just a touch off in my careful calculated predictions. نشوف. الوقت هاي نشوف. اخبارهم هاي. خلنا نعطي ميزانية حق الفندق، اوكي؟ اوريدي فل الفندق، فل ست. نايس نايس. عنا هني وايد اوكي. رجالي ماينس طبعا اكيد كالعادة. ليش انا بيكون؟ ليش خليل بيكون؟ اسم خليل عنده. خلنا نحط يا هني اوكي. خلي الناس تتعلم شوي اساس داوم. الناس تداوم. مدرسة هني بعد ثانوية يعني شيء قريب البيوت أحسن. We tried to discover democracy. More constitution option on doctor. اوكي شكرا. أنا مش محتاج أصلا أكثر، محتاج أقل. نبغى فلايت الحين. أول شيء أبغى مطار. اوكي حملة مال سياحة. سوبر ماركت نايس. هاي الشغلات اللي انا ادور عليها، هاي الامور اللي انا ابغاها. كله يبغى له هاي سكول. ها وكبلد مدارس ثانوية بسرعة يخلصون. 2 من 4 اوكي مو مشكلة. اهم شيء قطاع الفنادق شغال، شغالين يدرسون الناس. طب الناس يعني داوم كله يبون ثانوية 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 أكثر من الجامعة. لحظة هذا ليش؟ أنا بعنا وايد جامعات هلا تولي لا قاعد يغيرون والله مساكين. سوي اكتيفيتي ويستعملونه والله. نحط لهم واحد ثاني. هل يغيرون حول المدينة هني من البحر؟ يوم يطيرون من هني ياخذون لفه حول المدينه، يعدلون شكل المدينه شوي. ليش مره واحده كلهم محتاجين يكون عندهم ثانويه عامه؟ انا هذا اللي ما فهمته. فندق هذا فل، ايكونومي هوتل، ميوزيوم فل. سوري سوري سوري، الفندق بعد ما استوى. اوكي الفندق راح يستوي قريب. ايش اخباره؟ تبني زين. خلنا نحط مدرسه ثانويه ثانيه.
ايش في عود عندي؟ ايش في هالمكان انا مهتم فيه بزيادة؟ حاطي مستشفى هني حق الناس، انا حاطي جنب المستشفى هاي سكول، بس ما عندي فلوس الحين حق هاي سكول. وبنحطي نبشغل كابنز وهايل مال سياح، عرفتوا؟ فنان بيكون. اشوف احنا زدنا الثانوية شوي، ناس اظن بتبدأ تحصل دوامات الثانوية عندنا ناقصة، ما عندنا ناس في الثانوية. شوف 12 عائلة سياح، سياح بس بلس 31 هوتل لوكيشن. هوتل لوكيشن بعد يعني يفرق، هي احمر اصفر، يعني يفرق الموقع مال الفندق وايد وين يكون. اوريدي 12 من 12 وايد اوكي، ترى اذا 12 من 12 على طول وايد اوكي. كل شوي يهجمون عليه تعبوني ترى. بعد ثانوية ليه صار يعني دخل على الفلوس؟ لا، لأن الفندق مالي فل، هذا فل صح، وقاعد أدخل عليه فايدة دايركت. أنا اللي أبغى الحين يكون عندي حق المطار، انزين، وبحاول نجمع فلوس الحين. ما اعرف كيف اجمع فلوس، بس نبغى فلوس. او ممكن حتى احط بترول، ولا استرى بالبترول، احط بترول. طيب بترول يعني اروح محطي مناجم، بس اليورانيوم بخليه بروحه الحين هني، ما بقعد اتفلسف عليه. لحظة بترول هني، بترول هذا يركب على كيفه، بعد على كيفي. ونبا دستري مال البترول، ما عندنا شيء حق البترول. اير فاينل 14، زين خلنا على الاقل نبدا بترول. ايربورت انلوكت، زين ايربورت كم يبغى له فلوس؟ ايربورت بيكون انفراستراكشر، ما ايربورت المفروض ان يكون ايربورت. ايش في الميليتري؟ طبعا لا، بنك كاستم اوفيس، جمارك الدنيا، وانا جمارك، جمرك كل شيء، ماركتاس شب. أروين الله
بس دور المطار، ما اذكر وين كان المطار. يا جماعة بتخبل أنا، مطار ايربورت انلوكت. وين ايربورت نفسه؟ لا اوكي، نبغى مثلا طاقة نووية، كهرباء، بس قبل المطار يا جماعة. المطار مطار مطار لحظة، رقم واحد. رقم اثنين، ها ما يخصف مطارات، ما يخصف مطارات، ما يخصف مطارات، ما يخصف، ما يخصف. هذا هو توريزم. الله يخصف. 20,000، 20,000 مش وايد صدقوا. الحين نقدر نسوي المطار اذا نبغى. هذا كيف وضع فل؟ اي والله فل، مو مشكلة. بنسوي فنادق، بنسوي مطار هني في الوسط، موقع بترول. أنا بحس سياحة فوق وعندي كل هالبحر. هذا البحر ممكن أسوي سياحة في الوسط، هني كروز شب وربع، مكان جزيرة حلو بيكون. بس المطار ليش هني؟ ويلي السبا، فاميلي ريزورت. تعال صح، أنا حطيت فاميلي ريزورت. هذا هذا عوايل جايين سياحة يعني، عرفتوا؟ في أماكن خضراء، أماكن حمراء، هنا كلها صناعة يعني أحمر خلاص. يعني أنسى الزمان أنت تحط السياحة يعني. والله حلوين هاي اللي تمشون المساكين يستانسون، كلهم يستانسون حليلهم. مطار 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 يبالي 20,000، 20,000 ريال دفعي. إذا بيشلونها يشلوا هاي، بنحط المطار الحين. موضوع بسيط، عندنا هني فلوس، عندنا هني فلوس، عندنا هني فلوس، عندنا هني فلوس. المشكلة متى يجون يشلونهم؟ هل المشكلة الوحيدة الفعلية يعني؟ متى هم يشترون أساسا المطار؟ هذا كذلك، هذا كذلك، هذا كذلك. هم يشترون مرة واحدة يشتروا عندي فلوس ترى. ينقص ينزل يزيد ينقص. لا الاقتصاد مش اوكي، مش اوكي. انا ابدا لعبي مش زي لعبي، كتر بتربك. لو تزيد المدخول لازم اسوي مجموعة اشياء اساس اني ازيد المدخول. بالطريقة هاي بس اعتمد على هايين، لاني قاعد استورد كثير، استورد كثير. نسوي شو؟ رموف شب حلو، الفنزويلا هاد شب على شو؟ شجر، مضطر السكر اكثر. استوردنا اقل حبة وصدرنا اكثر حبة. خلنا نحط المطار دقيقة. المطار هاي الطريقة أكيد يبغى الشارع، ما أعرف يحتاج الشارع. هنا شارع، شارع في الوسط، شارع مال بيوت. هاي شوارع طبعا استند بلدن سو. زين زين، مني قدرت ابني المطار يا جماعة. حاطينه هني عيل، ما عاد مع البحر شيء. لهم ناس زين. كابن فيلج، هل نحطي هاي شوي ياخذ سياح زيادة؟ ولهم شارع، ما اعرف، بس خلينا نحط الشارع شو خسران.
حطي لهم شارع هني ونحطي لهم حطي شارع مهني حطي شارع داري اسوي والله ما ادري بس يعني في ممكن يعني المطار هو الأولوية خلنا نعطي أولوية حق المطار اوكي نقدر نسوي الحين حملة دعائية حق السياحة نعطي الأولوية أكثر حق منو حق المطار على أساس إن فنادق فاضي يعني أصلا فنادق كلها فل عندي فندق واحد فاميلي ريزورت واحد زين أبغى أعطيه هو الأولوية على أساس إن المطار يخلص أه والله يعني الخريطة مشت أكثر ما أنا توقعت صراحة أنا ما توقعت هالكثر أمشي في اللعبة توقعت إني أجي بالعيد وبنسكرها من زمان صراحة يعني صدق بس ما أعرف كيف خلصناها تقريبا والله وخلصناها مع عدم التطورات يعني ما أشتي أسوي حكاية هذا والله حرام أصلا في كل الأحوال أسويها هلا نحطي شقق هني زين عندنا وايد ناس زادت ترى شوفوا يو 11 هوملس فاميلي والشقة يشل 10 فاميلي يعني محتاج 10 عماير محتاج 10 عماير ممكن نسوي الشارع بالطريقة هاي ونسوي هني وين منجم شو هذا حديد في حديد عندنا تصدقون ولا شفته اوكي شفته بالغلط نايس على حسيت عنه بعد منجم حديد بيستوي واللي هو مش ممتاز فوق العلالي نحن الحين عندنا موضوع خلص مطار دولي بس من يخلص المطار الدولي بحاول احط كم من فندق الفندق كم يكلفني كلمه 18000 16000 روس شيب احنا هذا شو 6 عوايل انا احسن شيء نحط ايكونومي هوتل حاليا 16000 شيء حط لنا ايكونومي هوتل على اساس نقدر نستقبل الناس اللي راح نبني لهم شو المطار عندنا هذا احنا كابن يشيل 5 عوايل في اسلوب يعني شيء ها نص نص يعني هم اقل ناس درجه في السياحه بس السياحه لشو بيجون عندي سؤال ايش عندي تشاهد ما في خلي يبنون المطار عشان بخلص الحلقه باول ما المطار يبني ان شاء الله شوف كيف يشتغل بس تنزل لنا طيارة ويكون نهاية اليوم هاي شيء ويكون تورست خلينا نحط كباين على البحر ورا ال نبدا نشل شوي سياح لان عندي سياح فل دام ان عندي هني فل معناه في ناس تدفع فلوس معناه عندي مصدر دخل غير المواني بيكون المواني بروحها دخلها غير ثابت ولا سياح حتى بيكون ثابت انا متأكد يعني ولا حتى السياح بس محتاجين نستوعب سياح لأنه بيكون عندنا هني بنحط مطار عند الفندق هني مطار عند الفندق الفندق عند المطار من يستوي الحين شوي ساعد في دخلنا الفنادق السياحة شوف هني ريفينيو ما يستوي شوف أكثر توريزم 12000 قاعد يدخل الاكسبورت الحين هو اللي شال لنا بس تصدير ولا نحن مقارنة ريفينيو في اكسبنس مالنا وايد عالي فالريفينيو مالنا متقطع فاتصور ان السياحة اثبت لنا شوفوا هذا دام اني اقدر اخليه فل احطي لهم خدمات شوفوا يتمشون اتصور بس يبالهم شغلات انا عندي شغلات حق السياحة عندي كبرين ما ادري شو كازينو السوالف يساعدون شوي يعني الواحد يحط فيه سياحة سوبر ماركت انلوك بني بسوبر ماركت حق العالم خلهم يتشرون بنسوي وايد شغلات يعني بس الحين مثلا بتشوفون الدخل مش ثابت 100% تريا متى هي مثلا هاي سفينة شو هاي يا حق اكسبورت زين هاي يا حق اوكي هاي بتشل من عندي السوالف
اوكي هاي بس بتشل من عندي هني خليها تشل اكثر ما يستوي لان عندي وايد سامان. هاي شو تريد شب هاي بتي تباكو هاي فرايتر هاي بتشل من عندنا عايل شوفوا هني الفرق نقدر نحطينا الحين كابل ما بحطي بس بنحطي سيرك سيركس مش عند المطار سيركس يكون صوب البحر مكان فاضي مكانه غلط بس ما بسوي كوك بيلد عليه سوري لا ما بسوي عليه لا كوك بيلد ولا بهدمه بنحطي كباين عند السيرك اوكي هذا على اساس بس ان ازيد دخل السياح الحين لان السياح عندي مشكله وحتى الموظفين عندي مشكله الثانوية العامة بعد مشكله كل شيء مشكله كل شيء مشكلة بس هي المطار شوي سياح ودخل الناس يزيد وأبني لهم بيوت أنا أظني من أبني بيوت الحين شوفوا إذا زيد المدخول شوفوا الناس بتزيد اللي تسكن هني طب الناس تسكن هني يا جماعة هني الناس ما تسكن لا لحظة يبالي كهرباء حقة أنا ما حسبت حساب الكهرباء لازم كهرباء هو هلا ابوي الاينس تورست الاصدقاء قاموا يطرشون سياحهم عندي هلا ابوي هلا هلا ابوي هات السياح ندور سياح نحن طلع سكنهم عندي حب من عيوني سكنهم الكتريك سب ستيشن مال كهرباء هلا نحطيه مكان به ما يبين شوف وين بيوصل بعد يبال انا حسب جهه اسوي له انستنت بيلد لانه هذا خلاص بيوصل ما يبغى لنا استبدل اصلا والله مال الكونستراكشن اصلا مال البناء وايد بعاد فياخذون طريق طويل لين يوصلون حق منو حق المكان هيا سينو دي وشو دليبرتي حبيبي حاطني انا ما ينسك حطي هاي التعبانين هاي يبالي كونستراكشن اوفيس ثاني تصدقون حطي كونستراكشن اوفيس واحد لان ما عندي كونستراكشن اوفيس مالي تعبان افا افا والله مفيش فلوس مفيش فلوس الناس حاولت ابني مطار زين ما هدم المطار بس 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 العاصمة بس العاصمة هاي كلهم مش قادرين يجون تعال نزل نزل سياح تعال والله بينا بني الحين قريب في مطار انت بسوي كونستراكشن اوفيس قربتوا علي المزاج لا والله ما دمر وايد تفرقوا عادي بسوي ريوست ريتمس زين انتم ممكن تشلون بس مني هاي الفلوس والله باين فلوس الحين ممكن تدخلوا لي فلوس شويه 13000 عشان 23000 والله ما يشلون شباب اوكي بيبر مين انها بيك اوكي مو مشكلة شو اللي يخلي الناس مستانسين انا بس الهدف الحالي ان انا انسان عيب السياحة شوي دخل فلوس لأن إذا ما دخل فلوس كيف خلي الناس تستانس تشوف المطار محلى المطار محلى مطار جميل الصراحة أنا حاطين كونستراكشن أوفيس هني ولا كونستراكشن أوفيس خله بعيد هني لا لا هذا انستنت بيلد اسويه على الطريقة واحدة من الطرق اللي اسرع فيها البناء لان هذا لو بنى بيسرع بناء كل شيء الحين المطار خلاص شبه استوى بس نحن عندنا كباين عندنا كذا عندنا محتاجين شحنات زيادة تشيل السامان من مينا والامور والخربطان لازم انزين لحظة خلنا نشوف تور
واقدر ازيد لهم شيء اخليهم يستانسون. سيرك حطينا هذا، حطينا ويست تريتمنت بلانت، بنحطين حن الويست تريتمنت بنحطه هنا. والله ركب فت، والله فت. انت تبغى ثلاثة صح؟ ان شاء الله ثلاثة بنحطه. ثلاثة كان بهي وكان ممكن اظني نقدر نفوز، اظني لان الحين من جهاز المطار ان شاء الله المدخول يرتفع. هذا تذكر افضل شيء خلنا نسويه. والله فزنا بالغلط، صدقوني فزت بالغلط. مانجر في اثنين تورست فاميليز اثنين وحط عليه مانجر، احسه ما يستاهل، احسه غثيث والله، احسه ما يستاهل. يلا خلصوا المطار عنا وابوكم. استوى عنا مطار اخيرا. شوف 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 استوى عنا مطار. يا الله بعد معاناة طويلة ترى المطار. خلنا نسوي نيوكلير بروجرام وتشوف شو نسوي. والله ما اعرف ايش كثر بيطيح المطار، بس ترى انا طيارة تطير بس ترى هي الطيارة تي ولا تطير. ابى طيارة ما يخصني. من الصبح يالس اتريا بس افتح المطار وساعة ادور عليه وين ينبني. اخر شيء يقول لي ما عندي كهرباء. تخيلوا عندك والله طيار طيار كيف يرجع الطيارة بالها الا ربط. والله كذب انا اقولكم كذب، انا اقولكم كذب، ما تصدقوني. شوفوا فل فل فل، يعني في ناس تبتي حق السياحة، في ناس تبتي حق السياحة، في مشاريع سياحية استطلع صار في كل الأحوال، في عندنا مشاريع سياحية، معناه من الحكمة إني أستثمر في شوية شو فنادق. بس الحين كم أدخل لي توريزم؟ 16,000 13,000 ريفينيو. أوكي جالس يدخل له، جالس يدخل. الحين بس هاي اللي يجون يشترون مني مثل عالم الناس، حاطين لنا فندق اثنين ثلاثة. يا جماعة ترى الحلقة وايد طولت. المهم هذا كان مقال تربكم، ونشوفكم في حلقة قادمة على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.